الوثائقية تعرض وصية الأستاذ هيكل بخط إيده. أنا عايز أعرف الحكاية من الصديق والزميل العزيز أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. زكي دريني، أستاذ يوسف إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ أحوالك إيه؟ لعلك بأحسن صحة وحال يا رب. لعلك أنت في أفضل الأحوال دائما، وتتحفونا دائما من قطاع الإنتاج الوثائقي بمثل هذه الإنتاجات الرائعة. إيه قصة الوثيقة أو وصية الأستاذ هيكل؟ والله هو الأستاذ هيكل كان كتب وصية، وهي لأفراد أسرته فقط يعني، وهي مودع نسخة منها أو صورة منها في مكتبة اسكندرية ضمن وثائق الأستاذ هيكل ومكتبته أو الأجزاء التي أودعت هناك. حلو. وحسب معلوماتي إن هي يعني لن يفرج عنها إلا بعد 30 سنة من الآن، لكن احنا بصوره خاصه في فيلم هيكل سيره الاستاذ انتاج قطاع الانتاج الوثائقي والقناه الوثائقيه. ايوه. وبيقع في ثلاث اجزاء، فاحنا بنتطرق لقصه الوصيه. هذه الوصيه كاشفه لاشياء كثيره ولتفاصيل كثيره في مزاج الاستاذ هيكل وتكوينه النفسي وقناعاته بالعالم الاخر وبالحياه وبالممات و يعني بالحاله التي تربط الدنيا بالاخره. فهي الوثيقه احنا بنعرض يوميا اجزاء منها او بننزلها على الحساب الرسمي لصفحه الوثائقيه، توطئه لعرضها تكون متقاطعه مع احداث الجزء الثالث عن حياه الاستاذ هيكل. طب ده عظيم جدا. طب احمد، يمكن انا الحقيقه انا من الناس اللي بتحب الوثائقيات جدا، يعني انا مدمن وثائقيات تقريبا، وهنا ده هيخليني مثلا هقعد افكر معاك بصوت عالي او اسال لعله يكون مشروع موجود. هل احنا هنبدا نشتغل على وثائقيات موجهه للطفل المصري؟ للطفل المصري؟ اه. هو معانا بالفعل في خطتنا. حلو. وفي نفس الوقت حصته هتزيد معانا في خطتنا. ازاي؟ احنا عندنا اكثر من شق او اكثر من طيف من الوثائقيات التي تبث عندنا. عظيم. جزء منها اللي بننتجه احنا بصوره مباشره، او جزء من اللي بنستحوذ عليه من شركات الانتاج العالميه. عظيم. ما يستحوذ عليه من شركات الانتاج العالميه اللي احنا بنعرضه بصوره مدبلجه في معظمه. عظيم. ومترجم في حالات اقل جدا جدا. بنستوفي في هذه الافلام المستحوذ عليها من جهات الارض المختلفه ان هي تمثل الطيف المعرفي العام، الفنون، العلوم، الفلسفه، التاريخ، الحروب، المعارك، الحياه البريه، البيئه، ما تحت البحار، كل ده. ففي نصيب او حصه من هذه الافلام تتعلق بالطفل وعالم الطفل. يعني زي سلسله الوثائقيات اللي بنعرضها افلام معذره العاب غيرت العالم. دي وثائقيات بتحكي تاريخ الالعاب الابرز اللي اطفالنا بيروحوا يشتروها النهارده من المتاجر او من المحلات المختلفه. الدمى دي، القطع دي، اللعب دي، ايه التاريخ او ايه الملابسات اللي افرزتها؟ حلو. سواء كخطوط صناعيه او كافلام كرتون ورسوم متحركه افرزت هذه الشخصيات وجعلتها نجوم عالميين. فازاي طفل في مصر وفي الولايات المتحده وفي المكسيك وفي تايلاند يبقى بيلعب بنفس الدنيا؟ فاحنا عندنا حاجات ينفع يشوفها اطفال. حلو. وحاجات عن عالم الاطفال. اللي ينفع يشوفها الاطفال او الناشئه، الناشئه بتبدا بقى يعني انا اصدقاء كتير بيتكلموا عن اولادهم 10 و12 سنه و13 سنه، بينجذبوا تماما بافلام الطبيعه والبراري. طبعا. بعضهم اللي بيحب الفضاء والذكاء الاصطناعي بينجذب لهذا النمط ويقعد يتفرج عليه. لان خلي بالك حضرتك برضه من حاجه، هو الطفل احنا عندنا تصور ان احنا لازم نقعد نبسط ونمعن في التبسيط، واحنا اظن احنا كنا اسرى نمط ان انت تجيب له الدنيا. انا اسف في برامج الاطفال اللي بتتكلموا بطريقه بلهاء شويه او مسطحه شويه. أيوة. بينما الطفل الاول كان يفيد كتير. طبعا. يعني انا اتذكر وانا طفل كنت بتفرج على برامج الاطفال بمل منها جدا. انت ليه بتتعامل معايا ان انا اكثر طفوله مما انا عليه؟ مفيش داعي تتعامل معايا على اني عبيط. بالظبط. انا عندي مخ وبعرف افكر وبعرف اقيم بعض الامور. بالظبط. اعتقد ان احنا عندنا مجموعه من الانتاجات اللي انا لو مستهدف بيها فئه عمريه في المقام الاول، انا فوجئت ان هي هوامش استهدافها اوسع ووصلت لاعمار اصغر. ف
فانت الطفل اللي عنده ماده وشغوف يتفرج عليها وعنده، انت النهارده الطفل النهارده تكوينه غير الطفل من 20 و30 سنه. طبعا النهارده الاولاد عندهم 12 و13 سنه ومدرك ان هو بيدور في بيزنس، مدرك ان هو مهتم بالبرمجه، بالذكاء الاصطناعي، صح، بالحياه البريه، بي بي بي، وعارف هو بيوصل لحاجته ازاي. الخيارات اللي قدامه جميل. اكتر والادوات اللي في ايديه اكتر. طيب معلش انا هطول عليك شويه، يمكن انا الله يخليك، انا ساعات كتير بحس ان احنا محتاجين يبقى في عندنا السرديه بتاعتنا للتاريخ المصري او تاريخ المنطقه حتى بشكل عام، بسرديتنا احنا مش بسرديه الاوروبيين ولا الامريكان، ونقدمها للطفل غير افلام الكبار. متفق مع حضرتك تماما. هو الطفل هيطلع على هذه السرديه لما يلاقي الكبير عنده سرديه اصلا. مثلا حضرتك هذه السرديه اللي احنا محتاجينها يحتاجها الكبير والصغير. ليه؟ لان روايه تاريخ مصر والمنطقه انفردت به اطراف، رقم واحد غير مصريه، رقم اثنين موجهه. طبعا. يعني المحطات المفصليه في القرن اللي فات كرست وانفقت عليها اموال طائله وباهظه على مدار عقدين تقريبا لروايه تاريخ المنطقه وتاريخ الاقليم وتاريخ مصر من وجهه نظر جماعات مختلفه، صح، او تيارات او دول مختلفه. صح. انفق انفاق سخي وبالغ. النهارده وانا بتكلم على دول او على قنوات لم تكن على وفاق مع مصر، ده جانب، او بتكلم على نتفلكس اللي المحتوى بتاعه بدرجه كبيره في 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 تدقيق وفي لمحه اسرائيليه وفي روايه لتاريخ الاقليم او الاحداث الاقليم وتفكير من منظور اسرائيلي. فانت بقيت مصر هي اللي ما كانش عندها فرصه او ما فيش مساحه ان هي تقول سرديتها ومرويتها عن ذاتها او عن الاخرين. يا سيدي قول اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله، وانا هقول. الحكم والفيصل ما بيننا هو المنهجيه والعلميه السليمه. واللي بيتفرج مش اهبل، مش ساذج. بيميز ان العمل ده فيه اتفاق للمصادر، فيه اتفاق لاراء مختلفه واقياس مختلفه من المساله الواحده، فيه رجوع لمراجع، فيه وثائق بتخرج للمره الاولى. اللي بيتفرج بيميز الجديه والقيمه تفرض ذاتها. انا مش هقدر انفيك بس اقدر اثبت نفسي. فده جزء احنا اجتهدنا فيه واشتغلنا عليه. لذلك هتبص تلاقي مثلا ان التايم لاين او الخط الزمني مثلا حرب اكتوبر وسلسله الافلام الضخمه المهوله اللي بندفقها او المحتوى الوثائقي الضخم اللي بندفقه على مدار شهر اكتوبر. ايوه. هتلاقيه بعرض افلام عن اكتوبر وفيلم من جزئين ضخم عن حرب الاستنزاف وفيلم من جزئين ضخم عن العدوان الثلاثي وحرب اليمن و و و و و هتلاقيني تقريبا مرمم او مستوفي المحطات الرئيسه في الخط الزمني للعسكريه المصريه الحديثه. حلو. في القرن اللي فات. فاللي هيتفرج هيلاقي مرويه متماسكه ويفهم ايه ادى لايه، ايه ادى لايه، ايه ادى لايه، وفي اي ملابسات واي ظروف. هتلاقي عندي من اول 19 في مئويه ثوره 19 لما عملنا فيلم 1919 لحد اللحظه اللي احنا فيها. دي كلها محطات انا بحاول استوفيها بافلام زي فيلم عن الاستاذ هيكل. ما هو فيلم عن الاستاذ هيكل ثلاث اجزاء، ولا يتحدث عن محمد حسين هيكل فقط، هو يتحدث عن مصر كلها. طبعا. انت بتتكلم عن مصر من الحرب العالميه الثانيه. صحيح. لحد 2016. ده تاريخ اجتماعي وسياسي. الاستاذ مع هذه المحطات وافلام الشخصيات هي نمط مفضل عندنا، لان الشخصيه هي مدخل حكائي او مدخل روائي تقدر تحكي على بصفها 30 40 حدوته. ثوره يعني فيلم زي الاستاذ هيكل هتتكلم فيه عن الحرب العالميه الثانيه، اخر ايام الملكيه في مصر، فتره حكم الرئيس عبد الناصر وثوره يوليو، الرئيس السادات والمتغيرات، حرب اكتوبر، اتفاقيه السلام، الرئيس مبارك، سنوات الركود، سنوات البلوغ. بتحكي عن عقود كامله من منظور شخصيه زي ما عملنا في يوسف ادريس. طبعا. زي ما عملنا، هتبص تلاقي الافلام دي بتتقاطع مع حاله مصر وبتحكي حاله مصر من زوايا مختلفه ومن مناظير مختلفه وعلى ارضيات مختلفه. فالغرض لو كان لي انا اصيغ واقول الغرض الفلسفي الاخير من كل ده هو تصدير او خلق او تجميع مرويه مصريه حقيقيه متزنه بيتعاقد على اخراج على الهواء تتعاقد ايرادات اطراف مصريه كلها، الضيف المصري، الخبير المصري، استاذ الجامعه المصري، المؤرخ المصري، الكاتب، الفيلسوف، الصحفي، كل دي ناس هي ضيوف وهي اللي بتروي وهي بتحكي وفق خط ضابط له مرجعيه علميه اكيده واصيله ومحترمه ومعمول بطريقه فنيه وحرفيه عاليه او تتوق ان يكون على اعلى معيار ومستوى وصلها المصريين وتعبر عن اجمالي ضمير الامه المصريه.
اجمالي ما تعتقده مصر عن نفسها. ما بتكلمش عن بقى تيار مرتبط بدوله، تيار مرتبط بقناه، على الضمير الجمعي المصري، او حتى الايديولوجي المصري منغلق على نفسه. يعني حتى فيلم هتلاقي اليمين واليسار، هتلاقي اللي قناعته كده واللي قناعته كده، اللي رايح يمين واللي رايح شمال. بس في الاخر احنا بنحوم حوالين الهامش العريض والمتن العريض لصلب ما لا ينكر من المرويه المصريه. اذا شدوا حيلكم، واحنا الحقيقه معجبين جدا بهذا الحجم الوثائقي اللي بيقوم به قطاع الانتاج الوثائقي. حقيقي اشكرك يا احمد، الف الف شكر ليك اولا على هذا الجهد المبذول منكم كفريق عمل وكقطاع وكشركه متحده، واشكرك كمان على يعني هذا الشرح الحقيقه المستفيض لما يقوم به القطاع، زميل العزيز احمد الدريني رئيس قطاع الانتاج الوثائقي بالشركه المتحده.